أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وإلى هذه النافذة التي تفتحها قناة أون لايف من هنا من مكتبة الإسكندرية، نطل من خلالها على أبرز المستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية. بعد أقل من شهر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، صوت الكنيست على مشروع قرار يحظر التفاوض على المدينة المقدسة أو التنازل عن أي جزء منها في أي تسوية مستقبلية إلا بموافقة الأغلبية الساحقة من أعضائه. وفي معرض التبرير اعتبر رئيس الكنيست أن الوقت قد حان لفرض السيادة، وأن الخطوة الأولى ستكون بضم مستوطنة معلي أدوميم هناك. الرئاسة الفلسطينية على لسان متحدثها نبيل أبو ردينة اعتبرت التصويت إعلان حرب وقرارا رسميا بإنهاء العملية السياسية، فيما أكدت أصوات داخل لجنة تنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرارات حاسمة ومصيرية ستصدر منتصف الشهر. فما هي الظروف التي مهدت الطريق أمام تل أبيب لإطلاق قرارات وتشريعات بشأن القدس والمستوطنات؟ وما هي أوراق الفلسطينيين إذن لمواجهة التوجه الإسرائيلي بإنهاء حل الدولتين في ظل الوضع العربي والإقليمي الراهن؟ قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن موافقة الكنيست على قانون القدس الموحد بمثابة إعلان حرب. وأضاف أبو ردينة في بيان له أن القانون يشير بوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، مشددا على أن بلاده لن تسمح بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية على حد قوله. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين جنوب مدينة جنين، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن الاحتلال اعتقل 5 شباب من بلدة قباطية وشابا من بلدة يعبد. يأتي هذا في وقت داهم فيه جنود الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في بيت لحمة، ووزعوا منشورات تهدد المواطنين بالاعتقالات والملاحقة في حال شاركوا في الفعاليات والتظاهرات الوطنية. رغم اعتراف غالبية دول العالم بأن القدس ملك للفلسطينيين ورفضهم لفكرة أن تكون عاصمة لإسرائيل واستنكارهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، إلا أن الكيان الإسرائيلي لا يعبأ برأي المجتمع الدولي ويتخذ مزيدا من القرارات التي تقضي على عملية السلام. التصويت يشير بوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع. نقاط عديدة إذن نناقشها بعد الفاصل مع السيد ياسر أبو سيدو القيادي بحركة فتحة، وكذلك عبر خدمة سكايب من رام الله مع الأستاذ جهاد حرب المحلل السياسي. مشاهدينا فاصل بعده يبدأ هذا النقاش. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وأرحب بضيفي السيد جهاد حرب عبر سكايب من رام الله المحلل السياسي. سيد جهاد، أبدأ معك نقاش اليوم، يعني خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما ثمت أحداث متسارعة تشهدها القضية الفلسطينية، إعلان ترامب ثم الإعلان عن بناء مئات الألاف من الوحدات الاستيطانية ثم مناقشة قوانين في الكنيست سواء قانون أساس القدس أو القدس الموحد، واليوم يمكن تمت مناقشة قانون يعني يحكم على الفلسطينيين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بالإعدام طبعا إذا ارتكبوا جرائم من وجهة نظر قوات الاحتلال. إلى أي مدى حضرتك شايف الخطورة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن؟ تسارع كبير لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة سواء الحكومة أو الكنيسة في فرض إجراءات جديدة بناء على قرار الأمريكي أو قرار رئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بقضية القدس، وكأن الرئيس الأمريكي فتح المجال لهذه الحكومة الدينية لمزيد من التصعيد ضد الفلسطينيين وحسم ملفات مختلفة تتعلق أساسا بقضية القدس. عندما نتحدث عن قانون تعديل حدود بلدية القدس أو القدس الموحدة، هذا يعني أمرين: الأمر الأول أن يكون هناك ضرب جماعي أو تفخير عرقي للفلسطينيين في بلدية القدس. هناك 140 ألف فلسطيني يسكنون في منطقتين خلف الجدار أصبحا هي قطر عقب وأيضا الشعفات، وهي جزء من حدود بلدية القدس ويحملون الهوية المقدسية. هذا يعني طردهم، هذا القانون يعني طردهم مباشرة من هذه المدينة المقدسة، بالإضافة إلى القانون الآخر المتعلق بسحب الإقامة كما تسميها إسرائيل، الإقامة الدائمة أو المؤقتة للفلسطينيين في مدينة القدس الذين يحملون هوية القدس إذا ما اتهموا بعمليات ضد الاحتلال.
وايضا القانون المتعلق بالاعدام، هو القانون موجود اصلا في الاحكام العسكريه او في الاوامر العسكريه، لكن كان يحتاج هذا القرار قرار الحكم بالاعدام الى اجماع القضاء العسكريين على ذلك، ولذلك لم يكن هناك اي قرار بالاعدام للاعدام. لكن هذا القانون سيسمح لاغلبيه القضاء ان يقوموا باصدار حكم الاعدام، وهذه العناصر الرئيسيه التي نشاهدها وبإثارة كبيره داخل الكنيسة الإسرائيلية. ممكن سيد جهاد، يمكن هذا القانون تحديدا وهو قانون إعدام الأسرى تم طرحه على الكنيسة عام 2015، طبعا كان تزعم هذه الحركة وقتها وزير الدفاع لحكومة الاحتلال أفيكتور ليبرمان، وواجه يمكن في وقتها صعوبات في تمرير هذا القانون، ولكن الآن يعني البعض يتحدث عن أنه سيقر إن آجلا أو عاجلا ما مدى خطورة هذه الخطوة. يعني أولا أريد أن أقول أن هذه القوانين كانت موجودة على جدول أعمال الحكومات المختلفة، على سبيل المثال فيما يتعلق بقانون تعديل حدود بلدية القدس كان موجودا منذ عام 73 لدى الحكومات المختلفة أو بدأ في تلك الفترة. هو الهدف منه أمرين، الأمر الأول هو تطهير عرق الفلسطينيين، أي الصراع الديموغرافي في مدينة القدس لعملية التهويد ووجود أغلبية ساحقة من قبل الإسرائيليين. عندما نتحدث أن الفلسطينيين يشكلون 37% تقريبا من سكان مدينة القدس، هم يريدون الوصول فيها إليها إلى 20% أو 22%، لذلك يقومون بعملية التطهير العرقي. والأمر الآخر فيما يتعلق برفع سقف الأغلبية المطلوبة للحديث عن مدينة القدس في المفاوضات القادمة أو الوصول إلى الاتفاق، على الرغم أن المستشار القانوني قد قدم مجموعة من المقترحات التي لا تسمح لهذا القانون بأن يعاقب الحكومات القادمة، وبالتالي يمكن التغلب على هذه الأغلبية. لكن في كل الأحوال هناك حكومة يمينية تريد الهيمنة وفرض يهودية الدولة بقرار أمريكي بمساعدة أمريكية أو بإذن أمريكي. الخطورة فيما يتعلق بأحكام الإعدام أن الأحكام الإعدام تتعلق بإمكانية إجراء إعدامات للفلسطينيين، وهو أسلوب استخدم في عهد الانتداب البريطاني، وتريد الحكومة الإسرائيلية بتفكيرها الاستعماري أن تعيد الأمر إلى ذلك، ظنا منهم أن عمليات الإعدام هي ستثبت الفلسطينيين وعدم القيام بعمليات أو عدم القيام بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. هذا بالعكس سيزيد الفلسطينيين إصرارا وسيزيد من إمكانية إجراء عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أثبته التاريخ، لأن الفكر الاستعماري طيب لن يستطيع إخماد إرادة أي شعب من الشعوب. بالفعل هي سياسة نتنياهو المتهورة والمتطرفة كما يقول بعض، هي يعني ربما أدت إلى هذه الدوامة من العنف التي نشهدها الآن. لنعود بالتاريخ قليلا في قانون أساس القدس. هذا القانون تم وضعه يمكن عام 1980، تم التصويت عليه عام 2000، وكان يشترط موافقة 64% من أعضاء الكنيسة على إجراء أي تعديل بشأن القدس. ما حدث بالأمس هو أنه تم التعديل لتصل النسبة إلى 80 عضوا. لماذا أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ يعني هذه هو محاولة لأولا العملية الانتخابية القادمة، من الواضح أن هناك انتخابات مبكرة، وبالتالي يريد نتنياهو أن يضمن له مكانا في الكنيسة القادمة وزعيما لحزب الليكود وأيضا في زعيما للحكومة، وبالتالي هي جزء من المراهنة على اليمين ودعم اليمين المتشدد له في منافسة الأطراف اليمين الأخرى بنت وليبرمان. ثانيا هنا استغلال للحظة التاريخية بين قوسين بعد ما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو يريد اليوم تثبيت ذلك من خلال قواعد قانونية واستمرارا بالسيطرة، ليس يعني ويريد فرض السيادة على هذه المدينة رغم السيطرة المباشرة له منذ عام 67 على مدينة القدس، وكل الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي وفقا للحكومات المتعاقبة من تهجير للفلسطينيين، من هدم بيوتهم، من منعهم من التوسع العمراني، من منعهم من التصاريح للبناء، وكذلك لهدم المنازل والتضييق عليهم اقتصاديا. لاحظ ما يتم في مدينة القدس القديمة التي يتم الضغط على التجار الفلسطينيين لإخراجهم من هناك وفرض ضرائب عالية عليهم. كل هذه السياسات لم
تسمح او لم ويمكن ايضا سيد جهاد كانت تحاول حكومه الاحتلال التخلص من المقدسيين فرادى، ولكن بعد قرار ترامب الاخير والذي اعطى لها الضوء الاخضر لكي تمعن في تصفيه القضيه فان يمكن اصبح بامكانهم التخلص منهم بالجمله. هذا ما نسميه التطهير العرقي للفلسطينيين، بمعنى ان هذا القانون سيخرج 140 الف فلسطيني مقدسي من هذه المدينة، وبالتالي طردهم من هذه المدينة، ويعني عمل ما يتم للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، أي في الخطوة الأولى سيتم إخراجهم، وفي الخطوة التالية أيضا سيتم سحب الهويات منهم، وبالتالي يصبحون مثلهم مثل بقية السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحرومون من الذهاب إلى مدينة القدس، وبالتالي محاصرة المدينة بمزيد من الإجراءات. في الأول كان هناك جدار الفصل العنصري، اليوم التشريعات الجديدة بالإضافة إلى السياسات المختلفة التي تتبعها بلدية القدس والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لعملية تهجير الفلسطينيين من المدينة المقدسة. لكن أعتقد أن الفلسطينيين سيقومون بعملية معاكسة، بمعنى أن الفلسطينيين الذين موجودون اليوم في منطقتي كفر عقب وشعفاط وغيرها من المناطق خلف الجدار ربما سيعودون إلى داخل الجدار والسكن في مدينة القدس. هذا الأمر يحتاج إلى دعم كبير من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل الدول العربية والعالم الإسلامي، لأن هذه تحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة. إسرائيل تصرف المليارات لعملية تهويد مدينة القدس، لشراء بعض المنازل، للسيطرة على بعض المنازل الأخرى، لبناء كنس وبناء أماكن أثرية بين قوسين لجعل هذه المدينة يهودية. أعتقد أن الرد الفعلي على هذا القانون هو تمكين الفلسطينيين المقدسيين من العودة إلى المدينة وشراء منازل لهم هناك، وأيضا للسكن هناك، لتعرية الحكومة الإسرائيلية أولا، ولمنع إمكانية التطهير العرقي من المدينة المقدسة، ولحماية المسجد الأقصى والكنيسة القيامة، وأيضا حماية الأراضي الفلسطينية أو العاصمة الأبدية للفلسطينيين وهي مدينة القدس. سيد جهاد، القانون الدولي والذي من المفترض أن تلجأ إليه الدول في حال حدوث نزاع أو صراع يقول بأنه ضم أي جزء من أرض محتلة للمغتصب فهو لاغي تماما. الأمم المتحدة تؤكد أن هذه الأرض فلسطينية، قرار 2334 من مجلس الأمن يؤكد بأن القدس هي أرض محتلة. إذا ما أقدمت عليه إسرائيل الآن لا أساس قانونية له، وهي الآن يعني وضعت القانون الدولي في مأزق. نحن انتقلنا منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر الماضي من الشرعية الدولية، من القانون الدولي، إلى شرعية الغاب التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعنى أنه بدأ يرفض كل القرارات الدولية ويخرق باعتبارها دولة عظمى، تخرق مقررات مجلس الأمن التي وافقت عليها والتي هي أساس لإمكانية الوصول إلى سلام، وهي تشبه إلى حد ما ما قام به هتلر في ألمانيا النازية عندما بدأ يرفض تطبيق قرارات عصبة الأمم وبدأ يخل بهذه القرارات. الآن نشهد نفس المرحلة التاريخية بذلك، وإسرائيل غير آبها بالقانون الدولي ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تدعمها، ورأينا كيف يقوم الرئيس الأمريكي وممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة بابتزاز المجتمع الدولي أثناء التصويت في الجمعية العامة، واليوم يتم ابتزاز الفلسطينيين من خلال التهديد بوقف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين وأيضا للأونروا. وبالتالي أعتقد أننا دخلنا في مرحلة جديدة من العلاقات الدولية قائمة على شرعية الغاب وعلى شرعية القوة وليست على شرعية القانون الدولي، وهذا هو الأخطر والذي يحتاج إلى مواجهة وإلى التفاف عربي وإسلامي ودولي أيضا مع الفلسطينيين لمواجهة الغطرسة والعنجهية الأمريكية اليوم في المنطقة. طيب، حزب اليسار رفض هذا القانون وهو قانون أساس القدس، رفضه وقال بأن اليمين ربما يلقي إسرائيل في التهلكة. هل لنا أن نعول على حزب اليسار؟ يعني ليست في هذه طبعا المسألة لأنه لا يمثل الأغلبية، وأن طبعا معروف اليمين هو الذي يمثل الأغلبية. هل لنا أن نعول عليه في أي أمور أخرى، في انتخابات، في أي أمور أخرى، يعني بصفته صوت معارض في الداخل الإسرائيلي؟ يعني من المهم التعامل مع اليسار الإسرائيلي، ومن المهم اختراق المجتمع الإسرائيلي لناحية السلام وخيار حل الدولتين، لكن من الواضح أن المجتمع الإسرائيلي يميل إلى اليمين أكثر وإلى التطرف أكثر
خلال السنوات الخمسة عشر الماضية منذ عام 2000 إلى اليوم يزداد أو تزداد قوة اليمين الإسرائيلي، وذلك بدعم أمريكي، ليس فقط بدعم داخلي أو بغايات داخلية. عند في عام 91 عندما فرض جورج بوش الأب على إسرائيل ضغوطات جدية للذهاب إلى مدريد، أخذ حزب الليكود وهو شامير كان في حينها رئيسا للحكومة، ذهب صاغرا إلى مدريد، وفي الانتخابات التي تلتها خسر حزب الليكود وفاز حزب العمل. إذا كانت الإدارة الأمريكية تريد أن تلعب في الساحة الإسرائيلية بكل تأكيد تستطيع ذلك، لكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية اليوم هي منصاعة لليمين المتشدد في إسرائيل إلى نتنياهو وبنت وليبرمان، وليست لمصلحة القانون الدولي أو لمصلحة حتى إسرائيل ذاتها، لأن هذه التصرف وهذا العنصر وهذه العنصرية التي تجتاح الحكومة الإسرائيلية والكنيسة الإسرائيلية هي في كل الأحوال وبال على الإسرائيليين ذاتهم، كما أن الاستيطان هو شوق ليس في حلق الفلسطينيين بل أيضا في حلق المجتمع الإسرائيلي، لأنه يجر المجتمع الإسرائيلي إلى مزيد من الاستعمار، مزيد من ثقافة الاستعمار الموجودة اليوم لديهم، وبالتالي يجرهم إلى غياب الأمن وغياب السلام في المنطقة والاستقرار في هذه المنطقة. نعم، سؤال سيد جهاد، يعني هل اليمين المتطرف هو من حرك ترامب لإصدار مثل هكذا قرار؟ واضح أن اليمين الإسرائيلي نتنياهو وأتباعه أيضا لديهم علاقات وثيقة مع الإدارة الأمريكية الحالية، سواء من ناحية ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في تل أبيب وهو ديفيد فريدمان، الذي هو أصلا مستوطن في مستوطنات الغربية، وكذلك مستشاره الرئيسي كوشنر وهو أيضا داعم للاستيطان في الضفة الغربية، جميعهم والطاقم الذي يعمل معه في أغلبه هو من الداعمين للاستيطان وهو الذي يمثل اليمين الإسرائيلي، وبالتالي باعتقادي أن هذا الطاقم قد دفع بالرئيس الأمريكي، وأيضا الرئيس الأمريكي لا يعني لا يتحمل المسؤولية، هو صاحب القرار وهو يتحمل المسؤولية كل الأعباء التي ستنجم عن عدم الاستقرار في المنطقة وعن تصرفه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بهذه الطريقة التي خرقت جميع الأعراف الدولية، وأيضا خرقت القانون الأمريكي والإجراءات الأمريكية والعلاقات الأمريكية والسياسة الأمريكية المتبعة في المنطقة. ما زال وزارة الخارجية تعتبر أن هذه أراضي محتلة وأنهم يدعون إلى إنهاء الصراع الفلسطيني أو النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، النزاع العربي الإسرائيلي بالطرق السلمية، لكن من الواضح أنه يحسم ملفات كما غرد على تويتر، قد حسم موضوع مدينة القدس عن الطاولة ولم تعد على الطاولة، وبالتالي وهو حسم موضوع مهم سياسيا ورمزيا، موضوع القدس ليس فقط أرض أو موضوع حدود تنازع على حدود أو موضوع سياسي فيما يتعلق بعاصمة دولة فلسطين أم لا، إنما هي أكبر من ذلك، هي رمز ديني ليس فقط للفلسطينيين بل لا. للمسلمين والمسيحيين في العالم أجمع. هذه هي أعقد قضية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لذلك المسألة اليوم لا يعود فقط للحكومة الإسرائيلية بل الإدارة الأمريكية التي تتحمل مسؤولية جميع الأعباء التي ستنجم عن عدم الاستقرار، ونحن نرى تسارع وتيرة إجراءات الاحتلال الإسرائيلية سواء من ناحية السياسات أو من ناحية التشريعات لحسم هذه. طيب، إذن من وجهة نظرك يعني ما هي الخيارات أمام القيادة الفلسطينية؟ هناك أصوات في داخل اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية أكدت أن قرارات حاسمة ومصيرية ربما تصدر منتصف هذا الشهر، ما هو المتوقع سيد جهاد؟ كنا نتوقع ونأمل أن يكون هذا الاجتماع قبل ذلك بكثير، أي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، لكن أعتقد أن الفلسطينيون لديهم محدوديات، القيادة الفلسطينية لديها محدوديات التصرف، لكن الشعب الفلسطيني سقفه واسع وكبير ولديه مسارات متعددة. أعتقد أن سيذهبون للحديث عن الأمم المتحدة وعن إجراءات داخل الأمم المتحدة، سواء ما يتعلق بتقديم طلب لدولة فلسطين لدولة دائمة في الأمم المتحدة، ربما اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب من خلال الجمعية العامة لطلب رأي استشاري، لكن الأهم هو اتخاذ القرار وتنفيذه فيما يتعلق بتقديم ملف الاستيطان ورفع دعوة على الحكومة الإسرائيلية وقيادة إسرائيل
فيما يتعلق بالاستيطان، وربما هذا هو القرار الحاسم نعم الذي يمكن أن تتخذه السلطة الفلسطينية. وكذلك الأمر الآخر هو تقوية شوكة الانتفاضة أو المواجهات ضد الاحتلال الإسرائيلي بتأطير وتنظيم. شكرا لك سيد جهاد حرب، نعتذر للمقاطعة، المحلل السياسي عبر سكايب من رام الله. شكرا جزيلا لك، ونعتذر مشاهدينا عن عدم تمكننا من التواصل مع سيد ياسر أبو سيدو القيادي في حركة فتح. على كل تسعى دولة الاحتلال إلى إبقاء مدينة القدس خارج أي إطار للمفاوضات، هيهات هيهات لما يعادون، ستظل عربية. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة، غدا نلتقيكم في نفس المكان وفي نفس الموعد.